السلام عليكم. انبات اللافندر عن طريق البذور انبات جيد ولله الحمد، وبرضو انبات الكتلبة، شجرة الكتلبة الزهرة البيضاء الجميلة، من أشهر من أزين الأشجار وأفضلها وأشهرها، لكن عندنا في السعودية تو بادين فيها. انبات جيد عن طريق البذور، وهذا أحد أنواع اللافندر بعد ما كبر. طبعا هذه انواع الاكاسيات، يجي 5 انواع او 6 انواع بذرناها للتجربة. هذا نوع من انواع السرو، وهذا السدر البلدي عن طريق البذور، هذا الريحان عن طريق البذور، هذا الغاف الخليجي عن طريق البذور برضه انبات جيد ونسبة جيدة ولله الحمد، وبرضه هذا المورينجا انبات عن طريق البذور برضه، المورينجا الهندية انبات جيد ولله الحمد، ما شاء الله، وبرضه هذا الغاف. هذا شجرة الجاكراندا انبت عن طريق البذور جيدة ولله الحمد، نسبة الانبات ضعيفة فيها، ما صدنا النفس هناك، سويت مويه هناك، شكرا.